مدينة بنيدورم مدينة سياحية بامتياز، ما يمكنش تمشي لهذه المدينة وما تحمقش عليها، ما تحمقش على الشواطئ ديالها وعلى الإطلالة الرائعة ديالها. مدينة نيويورك، نيويورك إسبانيا، عمارات شاهقة، مياه غزالة غزالة، مهم مدينة سياحية بامتياز. هذا النهار هذا كان واحد البلوك خاص لهذه المدينة هذه، مشينا أنا والزوج ديالي لهذه المدينة هذه، وغادي نبارطاجيو معكم هذا البلوغ هذا باش تعرفوا عليها، حتى الناس اللي عزيز عليهم السياحة وكيبحثوا على المدن اللي فيهم السياحة، غنعطيوكم فكرة على هذه المدينة إن شاء الله في هذا الفيديو. غير تبعوه معنا من الأول حتى التالي، وأنا متأكدة أنتم غتحمقكم هذه المدينة كيف ما حمقتني حتى أنا. اول حاجه احنا يا ساكنين في مدينه إلشي تابع لاليكانتي، يعني باش نمشيو لهاد مدينه بنيدورم خصنا حتى نمشيو لاليكانتي، يعني مشينا في التران في الرينفي، ومن بعد خصنا ناخدو الترام باش نوصلو ليها. من الناس اللي عندها الطوموبيل فما غاديش تحتار، يعني غادي يكون الحال سهل بالنسبه ليها، يعني الناس اللي ما عندهاش الطوموبيل هي اللي كتلقى مشكل. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. سمح لنا تعطلنا عليكم بزاف، شحال ما عملنا شي فيديو. المهم هاد ما كاين لا خدمه لا والو، حيت انا في اليكانتي، انا ومراه غادي نمشيو ان شاء الله لبينيدور. دابا كنقلبوا على البلاصه ديال الترام، ما عرفناش فين غير غادي مع الله والسلام. يلاه معنا نشوفوا بينيدور كامل. المهم خويا سولنا عليها، عرفنا دابا فين كاين، حنا ماشي بينا ان شاء الله. يلاه معنا نشوفوا شنو كاين. المهم بقيت انا هو غادي في الطران سكالير ولا شنو كنسميوه، كل واحد شنو كنسميه. نشوف الطران، نمشيو ندوز واحد النهار. المهم حتى نفطو نشوف شنو كاين فيه. ايو ناس هانت هي تحت الارض. يلا نمشيو نقطعو دابا الورقة. بيني دار، بيني دار، هذا الي ورودور. يلا نمشي. المهم هو ديال الكران دابا، الكران ما تجوش معنا هاد النهار. هذا غادي تكبر بيني دور، هاد النهار فين نكتشف هاد المدينة ياك. شكروها له صحابو، غادي نمشيو نكتشفوها ان شاء الله. كان خاسر، كان خاسر الترام.
هي هذه خوتي مدينة بنيدورم، كيما جاتكم مدينة ماشي غير سياحية، غزالة الصراحة، ظلوا الناس بزاف شكروها. كاين ناس اللي كتمشي الأسواق الأسبوعية اللي فيها وكيشكروها الناس فيها، رخا وزوينة بزاف صراحة. الله الناس اللي عندها الطوموبيل كتسرى في خطرة، لكن حيت حنا ضيعنا الوقت بزاف في الترام، بزاف البلايص اللي ما شفناهمش للأسف. مرة أخرى إن شاء الله بحولها غادي نرجعوا لها، لأن بزاف البلايص مازال ما شفناهمش. هنا في الطريق الرجعة مي غادي نكونوا راجعين في حالتنا إن شاء الله بحول الله الأليكانتي، غادي نصور لكم غير من الترام هاد البلايص هادو اللي غادي ندوزو عليهم، اولا هاد المدن اللي غادي ندوزو عليهم، لانهم كلهم ساحليين وكلهم زوينين وكاملين غير ديال المساريه، لان اغلبيه ديال الانجليز لقيناهم بانهم شادين سماتيك اوتيلات شاليهات. يعني الناس صراحه الله مدينه هاد المدن هادو كاملين زوينين. انا غادي نخلي لكم هنايا الطريق درجعة كاملة، غادي نصور لكم ان شاء الله بحول الله مقاطع باش تشوفوا الطريق كاملة، راه يعني من بنيدورم حتى الاليكانتي راه كلها يعني الشواطئ ديالها غزالة غزالة بزاف. المهم انا نخليكم وتشوفوا الفيديو، كملوه معايا حتى الاخر وراه غيعجبكم متأكدة.